اهلا بكم من جديد، وختام همسك راح تكون مع الدكتوره حنان العمر. راح نتحدث عن القلق اللي بعيشه ابنائنا مع الالعاب الالكترونيه، قديش هذا الشيء صار كثير موجود بكل بيوتنا، عم بيعانوا اطفالنا من مشاكل نفسيه اصبحت من وراء هذه الالعاب، من وراء اليوتيوب، من وراء مش اليوتيوب هو، ولكن البرامج الموجوده والافلام والمسلسلات، وطبعا كل هذا كرتون، أو حتى حالياً عم بتكون عندنا لايف شو موجود لكل عائلة، عم عندك اللايف ستايل تبع كل عائلة، عم ابنها بحضرها، عم شو بيكون بيطبقوها بعائلتهم، عم ابني صار أو ابن أي شخص موجود عندنا بمجتمعنا بده يطبقه الريل لايف شو. هدول من البرامج اللي أصبحت بتأثر بشكل كتير كبير على نفسية أبنائنا، خصوصاً إذا كان موجود يكون غنية، يكون هذه العائلة موجود العديد من التكنولوجيا في هذه العائلات. ما نبت اللي بكفي هي سكتنا. صباح الخير، كيف دكتوره؟ اهلا تمام. هذا الموضوع انا بيثيرني بشكل كثير كبير، نعم. لانه عم بنشاهد ايضا مش فقط الرسائل الموجهه من عبر المسلسلات الكرتون او البرامج التلفزيونيه المختصه للاطفال، في هناك برامج او رسائل من خلال هذه الامور، ولكن البرامج اللي بتصور الحياه تبعت او الحياه اللي بتتبعها مجموعه من الافراد ببقعه بعيده عن وطننا او عن بعيده عن عاداتنا وتقاليدنا. تحكي لنا اهم المشاكل النفسيه اللي بيعانوا فيها ابنائنا من مثل هذه الامور، ليش تاثر عليهم على نفسيتهم وعلى تحصيلهم الدراسي؟ بالتاكيد. صباح الخير لك. صباح الخير لكل مشاهدينا. موضوع جدا مهم، لانه فعلا بمس حياه العائلات ومس حياه الاطفال والشباب والمراهقين الموجودين في مجتمعنا حاليا. واحنا كانه التكنولوجيا اخذتنا والتطور التكنولوجي اخذنا، وبدانا ننسى شو اهميه انه يعيش الطفل او الشاب الحياه بشكل واقعي. صح. انه نعطيه فرصه انه ينمو معرفيا، حركيا، صح. اجتماعيا، عقليا، بدنيا، صحيا بشكل جيد. فبالتالي اخذت هذه الالعاب الالكترونيه او ما الالعاب الفيديو مساحه كبيره من وقت الاطفال ووقت المراهقين. انا بدي انطلق في هذا الموضوع من موضوع رئيسي، اللي هو شو اهميه انه الاطفال او الشباب اهميه اللعب لهم وانهم يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي. توسيع مدارككم. هلا اللعب هو نشاط يقوم فيه الطفل او الشاب من اجل ان يكون يأتي بمردود، في متعة، في تطوير لذهنه، في تطوير لمعارفه، في تطوير للمهارات الحركية والاجتماعية له. بالتالي إذا أنت حصرتيه بأداة تكنولوجية فقط وهو فقط يشاهد الألعاب الفيديو أو مثلا على الكمبيوتر أو على التليفون، هلا بنشوف في كثير من الأحيان أنه بزوروكي أطفال اللابتوب تبعهم أو الآيباد معه. أنا كثير بستغرب أنه وعي الأهل المفروض يكون أكبر من هيك. ليش؟ لأنه إذا كنا إحنا نطمح في بناء عقلية وذهنية وفكرية واجتماعية لأطفالنا، معناته إحنا لابد أنه نقلل من هذا الكلام بشكل أكبر. نترك مساحة كبيرة للأطفال وللشباب أنهم يمارسوا حياتهم بالشكل الطبيعي كما كان يمارسها الأجيال اللي قبلهم. ما بنحكي أنه إحنا نضلنا بنفس نمط الألعاب ونمط النشاطات اللي كان يمارسها الأجيال السابقة. لا، صار في تطور، في أشكال جديدة من الألعاب، في أشكال جديدة من النشاطات اللي ممكن يقوم فيها الأطفال، سواء فردية أو اجتماعية أو جمعية مع مجموعة أكبر. فلا بد من أن يكون في هناك انتباه، وانتباه قوي جدا من قبل الأهل لهذه الظاهرة. هلا التكنولوجيا بدأت هذه الظاهرة تغزو العالم وعالمنا العربي بالتأكيد بعد الثمانينات. صار في هناك تطور تكنولوجي أكثر، وصار في الأدوات التكنولوجية متاحة أكثر. صح. بين إيدين الأطفال وبين إيدين الشباب والأهل وبالبيوت بشكل عام. هلا تختلف من بيئة لأخرى كما ذكرتي، إذا كانت البيئة أكثر إمكانية مادية وأكثر غنى من بيئة أخرى، فبالتالي هي توفر لأبنائها مثل هذه الأدوات، ما يشاهدون بالضبط، ما يشاهدوا بشكل أكبر. لكن لابد من أنه يكون في هناك مراقبة
إذا حتى لو أتيحت هذه الأشياء بين متناول الأولاد والشباب لابد أن يكون مراقبة. قبل ما أنه نبدأ في موضوع أنه شو ممكن نعمل كأهل، أنا بدي أحكي شو تأثيراتها السلبية والإيجابية، يعني حتى ما نكون كمان نضع اللوم فقط في زاوية السلبيات. يعني هي بتعلم في كثير من الأحيان حل المشاكل مثلا، صح. ألعاب المحاكاة بتعلمهم مهارات معينة زي تعلم الاعتماد على الذات كمان في البحث والوصول للمعلومة بتطور أحيانا بتزيد من المفردات اللغوية، صح. الموجودة كانت لغة عندهم أخرى، بلغة إذا كانت لغات أخرى أو حتى باللغة العربية في بعض الأحيان. كمان بتعلمهم كيفية إدارة الوقت، لأنه اللعبة لها وقت، وممكن إذا كان كمان بلعب مع مجموعة أو جروب أخرى كمان في إدارة الوقت. بتعلمه الالتزام بالتعليمات، لأنه منشوف أولادنا مجرد ما مسك اللعبة هو ملتزم ويؤدي التعليم، بصير في التعليمات بشكل متسلسل خطوة أكثر من إنه لو كان هو بلعب بمجموعة مع زملاء. فهاي بعض من الإيجابيات اللي الألعاب الإلكترونية ممكن تفيد أولادنا والمراهقين. لكن بنفس الوقت أنا يعني بدي أضيء على موضوع كتير مهم، واللي هي سلبيات الألعاب الإلكترونية، خاصة أنه في 2018 منظمة الصحة العالمية أدرجت الإدمان على الألعاب الإلكترونية وكثرة استخدامها من ضمن الأمراض العقلية الإدمانية اللي بتحتاج لعلاج، بتحتاج لمتابعة، بتحتاج لطبيب نفسي. فشوفي يعني درجة الخطورة، بالضبط درجة الخطورة من استخدام مثل هذه الألعاب والوصول لدرجة الإدمان. موضوع آخر، الأطفال اللي عندهم درجة عالية من اللعب واستخدام والإدمان للألعاب الإلكترونية بأثر عليهم فسيولوجياً طبعاً، يعني هم أكثر وزناً بدانة وأقل حركة، هاي شغلة بديهية. أمر آخر بأثر على الدماغ، الدماغ بيصير أكثر إرهاق. دكتورة في معنى اتصال، خلينا ناخذ على السريع. ألو صباح الخير. كيف حالك أستاذ محمد؟ أنا يرضى عليك الحمد لله. شكرا الله يخليك. تفضل، شو سؤالك للدكتورة؟ بدي أسألها بالنسبة شو طرق الوقاية بالنسبة لاستخدام التكنولوجيا للأطفال، يعني بالنسبة للأهل. شو الطريقة اللي هي نقدر إحنا نسيطر على الأطفال باستخدام التكنولوجيا؟ بدي أشكرك أستاذ محمد على هذا السؤال، شكرا لحضرتك. شكرا، نهارك سعيد. منجاوبه للأستاذ محمد يلا. هلا طرق الوقاية أستاذ محمد بالتأكيد هي تأتي من خلال انتباه الأهل الشديد والحرص الشديد نوعية على ما يلعب في الألعاب، نوعية ألعاب الأطفال. هلا بنشوف إنه الألعاب تنقل الطفل إلى عالم افتراضي، في بعض الألعاب أدت إلى حالات انتحار، صح. وهي موجودة في العالم وإحنا يعني حتى بنحب نذكر اسمها، حتى الناس، بس بنحب نوعي الناس في هذه القضية. أنا بنصح الأهل بأنه يعطوا مساحة واسعة من الألعاب الغير إلكترونية ويوفروها حسب إمكاناتهم المادية في المنزل، وحتى الألعاب الجماعية كمان مع الأصحاب، ومع ممكن بلعب رياضة، ممكن بلعب نوع معين من الهوايات اللي بتستوجب مثلا وجود جروب معين من الزملاء، صحيح. مش غلط، لكن أنا كمان بحكي إنه لابد من مراقبة شديدة من قبل الأهل شو عم بلعب في يعني شو اللعبة اللي بلعب فيها، شو بيسوي، يعني ممكن من خلال إنه يشاركه أحيانا اللعبة، هيك بعرف تفاصيل اللعبة وبعرف وين هذه اللعبة ممكن تنقل الولد إلى عالم آخر افتراضي، صحيح. غير العالم، صحيح. الطبيعي. لكن دائما أنا بحكي خلوا الأطفال يلعبوا بالشكل الصحي والسليم اللي من خلاله فيه حركة، بالضبط، في حركة، في اكتشاف لمهاراتهم، في تنمية للغتهم، في تنمية لقدراتهم الفكرية والعقلية، وأيضا في تنمية لحل مشكلة
المشكلات نعم. بشكل عام. نعم. فدور الأهل جدا مهم سيد محمد في أنه يشاركوا الأولاد في البداية، وبنفس الوقت يضعوا ضوابط. صح. يعني لا تكون كل الأمور هي متاحة، استعمال كل الأجهزة اللي فيها ألعاب إلكترونية تكونش متاحة أمام الأطفال بشكل أو بآخر. نعم. ففي مسؤولية كبيرة جدا على الأهل في هذا. طبعا ليس من السهولة، لأنه كمان الأطفال صاروا في يعني لديهم درجة عالية من الذكاء والمهارة في أنهم بيستخدموا الأدوات بشكل أحيانا هي يعني أكثر مهارة من الوالدين في كثير من الأحيان. دكتورة خلينا نشوف قديش أدت إلى عنف الأطفال ودموية الأطفال. بالتأكيد. يعني ظاهرة التنمر هي موجودة من زمان، هي ظاهرة قديمة حديثة، ولكن تعززت بالفترة الأخيرة من سبب الألعاب الموجودة حوالينا. قديش هذا أثر على أولادنا، وكيف بدنا نقلل من دموية هذه الألعاب؟ في بعض الألعاب تختار أوبشن أنه غير مثلا لون الدم المسال من هذه اللعبة. بالتأكيد. وهناك بعض الألعاب تعطيك حركة، يعني إحنا ما ننكر أنه مثلا البلاي ستيشن أو الوي بتساعد على تحرك الطفل وممارسة بعض الرياضة من الباسكت والسلة إلى آخره، أو كرة المضرب. قديش هذا مع وضد إنه لا هناك في عنا عنف وإحنا ما نعترف فيه؟ في عنف. هلا بالتأكيد بعض الألعاب الإلكترونية بدناش نعمم صحنا بتؤدي لتعلم الأطفال العنف وتعلم الأطفال التنمر، خاصة إنه النموذج اللي موجود أو بطل اللعبة دائما هو يعزز لأنه هو أكثر دمويته. تنمرا بالضبط دمويته، وهو أكثر عدوانية. صح. وبالتالي بصير في هو مصدر للسلطة ومصدر للقوة. صح. من خلال اللعبة. صح. وبالتالي في هناك تعزيز كبير جدا لهذه الدموية والعنف. أكيد الدراسات بتشير إلى أنه الأطفال اللي بيلعبوا الألعاب اللي فيها عنف أكثر هم أكثر عنفا وأكثر تنمرا في المدرسة أو في الأسرة. إحنا لابد من أنه نتعرف في تفاصيل قبل الولد ما يلعب أي لعبة. إحنا كأهل لابد أن نتعرف بتفاصيل حول ما هي هذه اللعبة، شو هي الشخصيات الموجودة فيها، وما هو الهدف من وراء لعب الأطفال هذه اللعبة. فالعنف هو واحد من السلبيات اللي أدت إلى استخدام نعم. الألعاب الإلكترونية بشكل عام. نعم. أيضا دكتورة هناك في بعض البرامج الكرتونية في نعم. إن زميلنا طارق نواصرة يعني كان عنده تقرير عن هذا الموضوع، وللأسف كان هناك بعض الرسائل التي تمرر من خلال هذا الكرتون. للأسف ما بنقدر نحكيها يعني بلس 18 زي ما هو، يعني كان أغلبية حديثه كان أنه بلس 18. عم تمرر هذه الرسائل والأهالي مرات ما بينتبهوا وتمشي هذه، أو مرات بتكون بطريقة غير مباشرة. قديش هذا كمان بيأثر على أبنائنا، خصوصاً أنه إحنا مجتمعاتنا مجتمعات محافظة. الأهالي إحنا مربين أولادنا على أسس دينية وعاداتنا وتقاليدنا نفتخر فيها دائماً. طبعاً. كيف أيضاً بدنا نفهم إذا مر مشهد، ماذا نقول لطفلنا عن هذه الحالة؟ بالتأكيد في كثير من الألعاب بتمرر رسائل إلها اختلاف في القيم والعادات وفي الرسائل الدينية اللي احنا بدنا اياها في مجتمعنا والولادنا بدهم يكتسبوها. هلا جدا مهم في انه نفسر للولد اذا مثلا صار في تمرير لهالرسالة وحدث الموقف، انه ما يعني ما ناخذ جانب العنف بشكل كبير جدا، وبالتالي لابد من ان نفسر له هذه الرساله هي متعلقه مثلا بمجتمع غير مجتمعنا، بعادات غير عاداتنا. احنا لا نستطيع انه اخذ هذه المسج والسلوك بالتالي بما تنادي في هذه الرساله، وكمان بنفس الوقت انه نبعد ابننا قدر الامكان عن مثل هذه النوعيات من الألعاب. هلا هاي بتصير كثير، وأنا سمعت كثير من الأمهات والصديقات إنه مثلا صار في تمرير لرسالة معينة وأخذها الطفل بشكل طبيعي، ما انتبه لها، بس انتبه. أطفال أكثر حساسية وانتبهوا لها. هون دور الأهل في إنها تبسط الأمور بشكل أو بآخر، إنه هذه الموضوعات هي غير مش إلنا، هاي غير متناسبة مع مجتمعنا ومع قيمنا ومع عاداتنا ومع تنشئتنا. دكتورة في أقل من دقيقة ونص، زمان كنا نحضر إحنا مسلسلاتنا الكرتون كانت أكثر إنسانية طبعا، الآن أكثر دموية وحشية. نعم. هل فكرك هذه المسلسلات موجهة لشعوبنا لحتى نتغير عاداتنا تقاليدنا، نتغير إيش إحنا؟ يعني مسلسل أنا وأخي اليوم إحنا بنتذكر وبنتذكر الشارع. نعم. صاحب الظل الطويل، جودي أبوت، سالي. فبتعرفي تركت إنه إحنا نكون أكثر إنسانية، تعاطفا، نساعد الناس. هلا لا، أكثر قوة، أكثر ابتعادا وتفكك أسري وانحلال في بعض الأحيان.
بالتأكيد هلا مثل هذه الأمور هي تمرر رسائل ومسجات، هي ما بدنا نحكي هي من أجل الصدفة، لابد إنه يكون في درجة بطريقة أو بأخرى هي موجهة لتغيير تركيبة المجتمع بشكل عام. وطبعا إحنا بنشوف هلا العالم بلش يصير أكثر دموية، وخاصة في منطقتنا وفي المنطقة العربية. تعرفي دكتور بالمقاطعة كمان موضوع المثليين عم بيمرر كان يعني المشاهد بالكرتون بشكل كتير كبير، وهي هلا طبق موجود. فبالتالي هاي بتخلي تقبل الأجيال لمثل هذه النماذج هي أكثر سهولة. عادي. لا عادي. وكثير من الأمهات بيشكوا إنه أولادهم بيشوفوا مثل هذه المشاهد، وبيحاولوا يدافعوا عن مثل هذه المشاهد بأنه هذه أمور طبيعية، حرية. أنا شفتها باللعبة، وأنا كانوا مثلا في هذا المشهد بحبوا الأبطال بالضبط، كانوا موجود في اللعبة، وبالتالي وضع طبيعي، فأنت ليش بتحاولي أنه تعطيني الصورة العكس؟ فإلى درجة ما، إلى حد ما، يعني ممكن بعض الألعاب هي وجدت وانتشرت في الأسواق حتى بالتالي تأثر في التركيبة الثقافية والاجتماعية والذهنية وطريقة التفكير عند أجيالنا. نصيحة بتقدميها للأهل قبل ما نصيحة فقرتنا. بقدمها للأهل إنه لابد من مراقبة ما يلعب الأطفال بشكل جدا قريب، وبنفس الوقت إنه لا تستهين بوجود اللعبة الإلكترونية بين إيدين الأطفال، لأنه هو ينقله من عالمه الواقعي إلى عالمه الافتراضي، وخلي الطفل يعيش بطبيعة على طبيعته ويطور قدراته في كل الجوانب بالطريقة المتاحة. ما بحكي إنه ما يلعبوا ألعاب إلكترونية، لكن يعطوهم مساحة أكبر من اللعب الطبيعي والحرية حتى إنه يطور فكره ويطور ذهنه ويطور آراءه واتجاهاته فيما بعد للعالم. بدي أشكرك دكتور أحنا عمر تواجدك معنا على المعلومات بالفعل القيمة، استمتعت جدا بالحوار معك. فيك شكرا لك. شكرا. يعني وبهيك ننهي فقرات حلقتنا اليوم. بعرف بعض الأهالي بيقول لك طب أنا بدي أوفر هذه اللعب لابني، بدي أخلي ابني زي البقية يلعب، يكون عنده هذه التكنولوجيا، وإنه يواكب آخر صيحات المتلفزة خلينا نحكي. ولكن صدقني كل ما كنت أنت قريب لابنك، كل ما لعبت معه كنت شفت شو هو بيحضر، ضلك معه صدقني حياته بتكون أسهل. أوكي بده يحضر، بس كون أنت شو حاضر، احضر معه عشان تعرف شو تحاوره، شو أفكار ابنك، لأنه بكرة الواحد ما بيعرف شو بصير. دمتم بود مني أنا كاتي فرج وكل فريق عملنا، نتمنى لكم بقية النهار ممتع. إلى اللقاء.